لقد تعلمنا في عرض الأعداد الوهمية والذي أتمنى أنكم قد شاهدتموه، إنه بين الحين والآخر، فإن في بعض المعادلات تنتهي بجذر التربيعي لعدد سالب، وتعرف أنه عند حصولنا على الجذر التربيعي لناقص واحد أو الجذر التربيعي لناقص تسعة، وعند قيامك بتربيع أي عدد حقيقي سواء كان صفر أو عدد موجب فإنه لا يزال عددا غير معرف. ولنجعله معرفا في هذا العرض سنفترض مثل بعض الأشخاص أن هذا العدد هو I، ويمكن تسميته بالوحدة الوهمية أو العدد I، ويمكن تعريفه كالتالي. حسناً، إذا أردت تربيعه حتى أقوم بتعريفه، هذا يسمى I، وعند تربيعه يساوي ناقص واحد، وهذا يبسط الفكرة لأخذ جذر تربيعي لعدد سالب، وستقول الجذر التربيعي لناقص تسعة يعادل I ضرب الجذر التربيعي لتسعة ويساوي ثلاثة I. فكيف يمكن أن تقول هذا؟ حسناً، ماذا سيحدث إذا قمت بتربيع هذه العبارة؟ ثلاثة I تربيع أو للقوة اثنان يساوي ثلاثة للقوة اثنان ضرب I للقوة اثنان، تعتبر هذه من خصائص الأسس، وسيساوي هذا تسعة ضرب ناقص واحد ويساوي ناقص تسعة. ناقص تسعة، إذن ثلاثة I تربيع يساوي ناقص تسعة. وإذا أردنا توسيع هذا التعريف للجذر التربيعي للأعداد السالبة، سنقول باتجاه آخر ونقوم بثلاثة I يساوي الجذر التربيعي لناقص تسعة، وثلاثة I تسمى عدد وهمي، وكلمة وهمي هي حقيقية، أعني لدرجة ما. فهل الأعداد السالبة موجودة في الحقيقة؟ إنها مجرد طريقة عندما نضع هذه الإشارة أمام الأعداد فإنها تفيد بمقدار حجم العدد. على أي حال، لا أريد أن أربككم، لكن تسمية الأعداد الوهمية أخذت صيتا سيئا وسميت هكذا، فإن بعض الناس يعتقدون بأنها موجودة بنسبة ضئيلة، لكن أي عدد مضروب بهذه الوحدة الوهمية I سيكون ناتجه عدد وهمي. عندما تقوم بحل معادلة من الدرجة الثانية ستفهم بأنه أحيانا ستحصل على عدد يحتوي على كلاهما، أي يحتوي على جزء حقيقي وآخر وهمي. لذا دعوني أعطي مثالا على هذا. لنفترض أن لدي العدد 5 زائد 2 I، هذا هو العدد، وربما أستطيع تبسيطه، لكن ليس بمقدورك أن تجمع عدد حقيقي مع عدد وهمي، بل يمكنك تخيل هذا، ولا أريد استخدام كلمة وهمي كثيرا بأبعاد مختلفة. فإذا كان عدد ما يحتوي على عدد حقيقي مثل 5 وعلى جزء وهمي مثل 2 I، فهذا يسمى بالعدد المركب، ويمكنك تمثيله بيانيا إذا أردت، يمكنك تمثيله بيانيا. ودعوني أرى، نرسم المحور العمودي، والمحور العمودي يمكن تسميته بالمحور الوهمي، ويمكن أن ترسم المحور الأفقي أي المحور الحقيقي، ويمكن أن نسميه أو يكون مثال لمجموعة من الأعداد الحقيقية. وفي العدد المركب الجزء الحقيقي هو 5، إذن 1 2 3 4 5، هذه 5، والجزء الوهمي هو 2 I، إذن ننتقل عبر المحور الوهمي أو يمكن تسميته بمحور I، نحدد 2، ثم هنا نقوم بتحديد العدد 5 زائد 2 I. في الدروس المستقبلية سوف أقوم بحل أمثلة مستخدمة العديد من الأعداد المركبة، لكن الآن ما علينا فعله هو تحديد ماهية العدد المركب لنرى كيف يمكن التعامل مع ذلك. ماذا سيحدث عندما نجمع عددين مركبين؟ الصورة واضحة. سوف أفتح صفحة جديدة. دعونا نفترض أن لدينا العددين المركبين، الأول هو A زائد BI، إذن الجزء الحقيقي هو A والجزء الوهمي هو BI. ولنفترض أن لدينا عددا مركب آخر هو C زائد DI، C زائد DI،
وبشكل عام فإن الرموز التي اعتاد الناس أن يستخدمونها، كما تعلمون أننا نستخدم X دائما في المعادلات، حيث أن X يمكن أن تكون أي عدد حقيقي. أما في الأعداد المركبة فالشيء الدارج واستخدام الرمز Z على سبيل المثال، يمكن أن نسمي هذا العدد الوهمي Z1، ويمكن أن نختار أي رمز بطريقة عشوائية، هذه Z2. إذن ما هي قيمة Z1 زائد Z2؟ حسناً، سيساوي هذا A زائد BI، وهنا C زائد DI. اسمحوا لي أن أغير اللون. عندما نقوم بجمع عددين مركبين، كل ما علينا فعله هو جمع الأجزاء الحقيقية ومن ثم نجمع الأجزاء الوهمية، فسيساوي هذا A زائد B، آسفة، الأجزاء الحقيقية، إذن A زائد C، هذه هي الأجزاء الحقيقية، إذن هذا سيساوي A زائد C، ومن ثم نجمع الأجزاء الوهمية B زائد DI، فيكون لدينا BI زائد DI. إذن عندما نجمع العدد نحصل على B زائد DI، B زائد D في الاتجاه الوهمي. ويمكنك تخيل ذلك، أننا نستخدم كلمة وهمي كثيرا، ولكن عليك فقط أن تجمع الأجزاء الحقيقية معا والأجزاء الوهمية معا. الآن ماذا يحدث إذا قمنا بالضرب عددين مركبين؟ أو لنسير بالترتيب، ماذا سيحدث إذا طرحنا Z1 ناقص Z2؟ وهذا سيساوي نطرح هنا A ناقص C، الأعداد الحقيقية، وهذا الجزء الحقيقي الجديد، ومن ثم نطرح الأجزاء الوهمية B ناقص DI، وسيكون الناتج هو الجزء الوهمي هنا، وسيكون العدد المركب الجديد. الآن ماذا سيحدث إذا ضربنا Z1 ضرب Z2؟ سيكون الناتج عبارة عن A زائد BI ضرب C زائد DI، ويمكن حل هذا عن طريق التوزيع، ولا أعلم إن كنتم تعلمتم التوزيع في الصف الثامن أو التاسع في المدرسة. في الواقع يمكن أن نقوم بالتوزيع مرتين. ما سنفعله هنا أننا سنأخذ C زائد DI ونوزعها على كل جزء من هذه العبارة، فيصبح لدينا A ضرب C زائد DI، أليس كذلك، زائد بي آي ضرب سي زائد دي آي. كل ما فعلته هو أنني أخذت سي زائد دي آي وقمت بضربها بهذا لأحصل على هذا، وضربناها بهذا لنحصل على هذا الناتج، ومن ثم نوزع مرة أخرى فنحصل على اي سي زائد اي دي آي، هذه آي هنا، زائد اي دي آي. الآن ما هو حاصل؟ بي آي ضرب سي، هنا إنه سي بي آي، ثم لدينا بي آي ضرب دي آي، فنحصل على بي ضرب دي وتساوي بي دي. الآن ما حاصل آي ضرب آي؟ إنها آي تربيع أو ناقص واحد، صحيح، إذن نضرب بي ناقص واحد. إذن كيف يمكن تبسيط هذا؟ حسناً، يمكن تبسيطه، وأريد العودة إلى هنا لنرى ما هي الأجزاء الحقيقية. لدينا العبارة A ضرب C، هذه حقيقية، إذن AC، ثم العبارة الأخيرة وهي B I ضرب D I، لأننا نضرب I في I حصلنا على ناقص واحد، وحصلنا مرة أخرى على عدد حقيقي، أليس كذلك؟ إذن حصلنا على ناقص B D، وهذا هو العدد الحقيقي الجديد لدينا، أي العبارة الحقيقية. والآن ما هو الجزء الوهمي الجديد؟ سيكون ناتج جمع هاتين العبارتين لدي القليل المساحة، سيكون AD زائد CB، كل هذا مضروب بآي، كان هذا سهل. في العرض التالي سأستخدم أعداد حقيقية، لكن الشيء المهم الذي أود أن تفهموه أنه عليكم استخدام خاصية التوزيع ومعرفة أنه يمكنكم جمع الأعداد الحقيقية مع بعضها، ولا يمكن جمع الأعداد الوهمية والحقيقية مع بعضها البعض، ويمكن جمع الأعداد الوهمية وحدها. وتذكر أنه إذا كان لديك عددان مضروبان ببعضهما عند ضرب آي ضرب آي سنحصل على ناقص
واحد. ننتقل الآن للعملية الأخيرة وهي قسمة الأعداد المركبة. سيكون هذا مثير للاهتمام، ربما غير بديهي. ماذا سيحدث عندما نقسم Z1 على Z2؟ مرة أخرى، هذا يساوي A زائد BI على C زائد DI. وكيف يمكن قسمة هذا؟ حسناً، سنستخدم هنا خاصية أتمنى أنكم قد تعلمتموها في الجبر، ففي حالة القسمة دعوني أقوم بهذا في هذه الزاوية. A زائد B ضرب A ناقص B، كم سيساوي هذا؟ الناتج سيكون A للقوة 2 ناقص B للقوة 2. وإذا قمت بضرب عدد مركب، مثلا لنفترض أنني سأضرب عدد مركب C زائد DI ضرب C ناقص DI، فعلى ماذا سأحصل؟ سأحصل على C تربيع ناقص DI تربيع. وكم ستكون قيمة DI تربيع؟ ستكون ناقص 1 ضرب D تربيع. لقد تجاوزت الوقت في الواقع، دعوني أكمل شرح القسمة، ربما في عرض آخر سأراكم قريباً.